ميشيل سميحة ممنوع من لقب معالي الوزير. كيف؟ بحسب القانون سميحة ليس بريئاً، وكفالة $100,000 لم تبرئه. بات خارج أسوار السجن، ولكن مجرداً من حقوقه المدنية. هذا شخص لا يتمتع بالأهلية الكاملة اليوم لممارسة العمل السياسي، لا يحق له أن ينتخب أو أن يرشح نفسه للانتخابات، لا يجوز لأنه يقدر يحمل أوسمة صادرة عن الدولة اللبنانية. لقب الوزير أو الوزير السابق ما بينعطى إلا للشخص اللي عم يمارس سياسة، وبالتالي برأيي الخاص قانونا لا يستحق لقب الوزير السابق طالما هو مجرد من الحقوق المدنية. أي لقب فينا نقول له إياه اليوم؟ المتهم ميشيل سماحة المخلى سبيله. السفر ممنوع على الوزير سماحة، هل هذا يعني كمان أنه مثلا ما في سافر بسيارته مثلا على سوريا؟ حكما لا يستطيع استعمال جواز سفره اللي اليوم محجوز ومضبوط من قبل المحكمة. المحكمة العسكرية خالفت القانون بحسب حبقة، وقرار إخلاء سبيل سماحة غير قانوني. بالتعليل اللي أصدرته المحكمة في تناقضات صارخة، من ميل تعتمد على المادة 75 قضاء عسكري، وهي مادة خاصة بتقول أنه المتهم يخلى سبيله أمام محكمة التمييز أثناء محاكمته، من ميل تاني بتعليل المحكمة بتقول نحن وصل لعنا ميشيل سماحة، وبتعتمد على المادة 130 و108، وهود المادتين بيناقضوا حكما المادة 75، وبيقولوا أنه المتهم يبقى موقوف لدى المحكمة لحين صدور الحكم النهائي، خاصة بجرائم الإرهاب. حتى تخفيض عقوبة سماحة يطرح التباسا صارخا بحسب حبقة. السيد ميشيل سماحة المدين بجرائم إرهاب وتعدي على أمن الدولة التي توصل عقوبتها لعشر سنين ولا 20 سنة أشغال شاقة. كيف خفضت لأربع سنين ونص؟ هون بسحر ساحر صدر هذا القرار، برجع بقليك مش هناك نعتبره مخالف للقانون لأنه غير معلل، خفض العقوبة لأربع سنين وشوي حبس من دون أي تعليل. في الخلاصة سماحة متهم بتعليل وبدليل، لكن مخلى سبيله بلا تعليل.